صباح الخير، معكم الشيف كنان عثمان من مطعم داستروف. اليوم راح نقدم لكم كوكتيل غني بالفيتامينات بالكربوهيدرات والمعادن، صحي جدا للكبار والصغار، اطفال شباب رجال. راح يكون مكوناته معنا تفاح، فراوله، موز، واناناس، حليب مكثف، وحليب جوز الهند. تمام. راح نبلش ان شاء الله ب اول شيء التفاح، مقدار تفاحه كامله 5 حبات من الفراوله الطبيعيه، قطعتين من الاناناس الطبيعي، حبه موز كامله، 150 ملل حليب، يفضل انه يكون خالي الدسم، خمسة وعشرين ميلي جرام من الحليب جوز الهند، خمسة وعشرين ميلي جرام من الحليب المكثف، طبعا لو بتحبه بارد ممكن تضيف عليه بعض قطع من الثلج، هذا الشيء ما بضر. بنستخدم البلندر لطريقة التقطيع والخلط، خاصة إن في بعض الأطفال في العائلات ما بيحبوا ياكلوا الفروت، أو الفواكه، فبنقدر نعملهم إياه على طريقة الميكس أو طريقة الدرينك، تمام، ليستمتعوا فيه أكثر. تمام. بيضرب مقدار 35 ثانية. حاليا بعد 35 ثانية من استخدام البلندر أصبح جاهز. تقدري تزينيه بأي نوع من الفواكه اللي بيحبها الطفل، مثل التفاح أو الفراولة أو الموز أو الأناناس، حسب رغبة الطفل وحسب ميوله. أنا اخترت إني أزين لكم إياها بسلايز تفاح، خاصة أن التفاح الأخضر هو له فوائد عديدة، مثل محاربة هشاشة العظام، منع هشاشة العظام، قوية المناعة لدى الطفل، بيمتاز بفيتامينات ومعادن وكربوهيدرات، خاصة بفيد للرجيم. الكوكتيل هذا خفيف وبسيط، بتقدر تستخدميه في البيت بكل سهولة، خاصة أنه هو بيستخدم بأنواع الفواكه الطازجة مثل الأناناس والموز والتفاح والفراولة. ذكرت المكونات، إن شاء الله تكون سهلة ولطيفة.